قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. البلاء يقضي به الله سبحانه وتعالى، والمؤمن إذا نزل به البلاء فإنه يتذكر أمورا. الأمر الأول أن الذي أنزل البلاء هو الله سبحانه وتعالى، والله حكيم عليم لا يسأل عما يفعل، وأن الذي نزل به البلاء عبد لله سبحانه وتعالى. كما يتذكر أن الله عز وجل الذي ابتلى بهذا البلاء أنعم ببقية النعم، فإذا حل الموت بحبيب فإن الله هو الذي رزقنا الأحبة. كما يتذكر أن الله عز وجل إنما يبتلي العبد لخيره لمصلحته، وهذه المصلحة تعود إلى ثلاثة أمور: إما تنبيه من غفلة، فكم من عبد غفل عن طاعة الله وأبعد عن باب الله سبحانه وتعالى، فأنزل الله به بلاء كموت ابن أو حبيب أو قريب، فتذكر فرجع إلى الله عز وجل وكان من عباد الله الصالحين. والأمر الثاني أن فيها تكفير السيئات، فلا يزال العبد بالمؤمن والمؤمنة حتى يدعه يسير على الأرض وليست عليه خطيئة. الأمر الثالث أن في الصبر على البلاء رفعة المنزلة في الجنة، فقد يريد الله عز وجل بعبده منزلة في الجنة فلا يبلغها بعمله، فيبتليه ببلايا ويصبره عليها فترتفع منزلته في الجنة. ثم إن من نزلت به مصيبة موت حبيب يحسن الظن بالله، فالمؤمن بنفسه مأمور بأن يحسن الظن بالله عند الموت، وإذا نزل الموت بحبيبه فإنه يحسن الظن بالله ويرجو أن يكون ميته الآن قد بشر، وأنه يقول قدموني قدموني إلى قبري، وأنه يرجى أن يكون من المبشرين المنعمين في قبره، إحساناً للظن بالله سبحانه وتعالى.